فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط إظهار الدين في بلاد الكفار؟ هل هو بمعنى أنهم يتركونهم يصلون ويصومون وغير ذلك، أم ما ضابطه؟ لا، هذا غلط. بعض الناس يقول ضابط إظهار الدين إنهم يخلونهم يصلون ويصومون ولا يتعرضون لهم. هذا حتى عند إسرائيل ما يمنعونهم من الصيام والصلاة، ما يمنعونهم من هذا. ما هو بهذا إظهار الدين. إظهار الدين أن يدعو إلى الله ويبين بطلان الشرك ووجوب التوحيد، يدعو إلى عقيدته، هذا إظهار الدين، ويأمر بالصلاة في وقتها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.